غادر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، عائدا بحفظ الله ورعايته إلى أرض الوطن بعد زيارة التقى جلالته خلالها مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله. وكان في مقدمة مودعي جلالة الملك المفدى لدى مغادرته أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين وسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي الوزير المرافق. هذا وقد عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحفظ الله ورعايته إلى أرض الوطن مساء اليوم، رافقت جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحال.